دي حديقة في الساحل الغربي الأمريكي. دول سكويرلز، هم هتلاقوا بقى طيور سكويرلز، سناجيب. الناحية التانية من هنا في سان فرانسيسكو. طبعا الحاجات دي الناس تتدرب، جيم مفتوح اهو ببلاش. يقول لك make the nature is your gym، the whole world يعني قدامك. فهتلاقوا أجهزة، مش أجهزة يعني، حاجات معمولة كده تساعد على الجيم. ادي السناجب اهي حفرين في الأرض وشغالين وادي الطيور هناك اهم. فشكلها جميل، والناس اهي كل واحد في حاله بيسمع حاجة وبيتدرب الصبح بدري. بصوا المنظر هنا عامل ازاي. ادي مطار هناك اهو، باين المطار بتاع مدينة اسمها اوكلاند كاليفورنيا. وراه هتلاقي المطار بتاع سان فرانسيسكو كمان، بيبان مهبط بتاعه. وادي اهي الطيور. الجو طبعا دي شهر 12، فالجو فيه شوية سنة برودة. هي هي واحدة بتتدرب، ولا حد بيضايق حد. ودي واحدة بتجري هناك اهي، كل واحد في حاله. وانا همشي اهو في قلب الطيور. شايفين الطيور؟ طبعا دي بتلم الطيور كلها حواليه. وادي اهو الناس بتتدرب في الجيم اهو. اهو دوبك تركن عربيتك الصبح وتيجي هنا البارك تمشي الكلب في آخر اليوم. كمان حاجة هادية وجميلة وفيها كده سلام وهدوء. ودي هي حديقة أطفال هناك. في بقى اللي عايز يلعب كورة بقى، يلعب طايرة، يلعب أي حاجة. طبعا كل الناس ماسكة الكوفي بتاعتها الصبح.